السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكما أننا نعلم الخير وشعب الإيمان، علينا أيضا أن نعلم أمور الجاهلية حتى نحذرها، لا نتعلمها لكي نفعلها عياذا بالله، وإنما كي نحذرها ونبتعد عنها. فقد يكون الرجل مسلما ولكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، من خصال أهل الجهل، هو لا يدري. دل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما رأى صحابي من الصحابة عليه ثوبا، ورأى على خادمه ثوبا مثله، فقال: لو أخذتهما فجعلتهما حلة يا أبا ذر، يعني كما يقول المسلم جبة وقفطان أو عباية وبلطة وكذا. فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا فأحب ألا أتخطاه. يقول: كان بيني وبين رجل خلاف، فعيرته بأمه. قلت له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر من هو أبو ذر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنه: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، أي ولا أظلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. فلكن مع ذلك الرسول يقول له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وكان أبو ذر كبير السن. فقال أبو ذر: على حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ يعني مع أنني كبير السن هكذا في جاهلية؟ قال النبي: نعم. ثم علمه النبي فقال: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم. أيوة، إلا ربي كان قادرا على، ربي قادر على أن يجعلك أنت الذي تحت يدي. إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فشهد أن أبا ذر لما قال للرجل: يا ابن السوداء، قال له الرجل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون الرجل صالحا ولكن في خصلة من خصال الجاهلية، وهو لا يدري ولا يشعر حتى يبين له الأمر. مهما كنت فاضلا، قد تصدر منك خصلة من خصال أهل الجهل أو الجاهلية، فإذا تماديت فيها ولم تعلم، ستزل قدما بعد قدم، ستزل قدم منك بعد قدم. ومن ثم فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا كان لعائشة ضرائر، عائشة كانت لها ضرائر. من ضرائرها صفية بنت حيي رضي الله عنها،
الإسرائيلية الهارونية الإسرائيلية يمتد نسبها إلى هارون عليه السلام، ومن ثم هارون يمتد نسبه إلى يعقوب عليه السلام. فطبعا الضرائب بينهن ما بين الشيطان أحيانا ينزل. كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حزبين، حزب مع زينب بنت جحش كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزب مع عائشة. فقالت عائشة في شأن صفية، وكانت صفية جميلة جدا لم تملك لأمرها نفسها شيئا، لا هي التي خلقت نفسها ولا هي التي صورت نفسها في الأرحام كيف تشاء، إنما الذي خلقها هو الله، والذي صورها في الأرحام كيف يشاء هو الله. ثم إنها نسيبة أيضا امتد نسبها إلى هارون عليه السلام، امتد نسبها إلى هارون عليه السلام. فلما قالت عائشة هذه المقولة حسبك من صفية هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة التي قلتها هذه كما يقول المصريون تلوث بحر، هذه الكلمة تلوث بحر. عائشة ما كانت تدرك أبعاد هذه الكلمة التي تكلمت بها لما عيرت صفية بماذا؟ بقصرها. الذي صور صفية في الأرحام هو الله، والذي صور عائشة في الأرحام هو الله، وربي قادر على أن يبدل الأمور. من صفية أيضا كانت جميلة، لكن الشاهد أن عائشة لما عيرتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالشاهد من هذا الباب أن الشخص قد يكون برا تقيا مسلما، ولكن فيه شعبة من شعب الجهل تصدر أحيانا عند شدة الأعصاب وعند الأزمات يبدأ ولذلك فإن الرسول عليه السلام قال في حديثه، وللموضوع الذي نتكلم فيه إن شاء الله شعب الجاهلية له أكثر من درس إن شاء الله، نتعرف على هذه الشعب ونحذرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أربع في أمتي، يعني في عموم أمتي، إلا من رحم الله من أمر الجاهلية لا يتركونهن. في أربعة أشياء ملازمة لأمتي هي من أمور الجاهلية ولا يتركها ولا تتركها الأمة، أغلب الأمة لا يتركها. ما هن يا رسول الله؟ قال الفخر بالأحساب، أنا ابن فلان، عائلتنا أكبر عائلة في البلد. قل كده هذا موجود ولا مش موجود؟ ابن عمي نائب وزير، وابن خالي خالي المحافظ، وبنت أختي تشتغل في الرقابة الإدارية، وما أعرفش ابن عمي ستي طبيب. يعدد ماذا؟ يعدد الأنساب، يعدد الأنساب ويفتخر بماذا؟ الأنساب. يجي يتعرف عليك في الزواج، عائلتنا أكبر عائلة في البلد. حتى إن من العلماء من يذكر في تفسير قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يجر وجها من وجوه التفسير لقوله تعالى حتى زرتم المقابر. قال المفسر جلسوا يتباهون، ابن عمي يعمل كذا، ابن خالي، أخي، أختي، وتباهون حتى ذهب بهم الذهب إلى المقابر. قال تعال نعد الميتين منا في القبور. كان ابن عمي هذا قبر اللواء الشهيد مش عارف من، وهذا قبر الوزير الفلان، تعال نعدد. فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية وما زال موجودا، لعلكم تعرفون ذلك، لعلكم تعرفون ذلك أن هذا الشيء ما زال موجودا، الفخر بالأحساب. ذلك النبي أرشد إلى أمر فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع أصحابه فمر به رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله حري، يعني جدير به، إن خطب أن يزوج، نتمنى أن يخطب بنت من بناتنا، إن تكلم أن نسمع لقوله، إن شفع أن يشفع. حري إن خطب أن يزوج، إن تكلم
أن نسمع لقوله إن شفع تقبل شفاعته. فسكت الرسول عليه السلام، ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا حري جدير به، إن خطب أن لا يزوج، جاي تقدم لحظة بنت ما أنا مزوجينه، إن شفع لا تقبل شفاعته، إن قيل لن نستمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. يعني هذا الذي يفتخر ويقول أنا وإذا تكلم تسمع قوله وتزوجونه وتقبلون شفاعته، انظروا إلى الأخير الذي أنتم تردوه خير من ملء الأرض من هذا. فمسألة الفخر بالأنساب، هذه الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، أنا من عائلة كذا وأنا أختي لا تتزوج بالعائلة هذه عائلة حقيرة، مش عارف، في كل شيء يحصل التفاخر بماذا؟ الأنساب. تقول ما أنت مكفي ليه يا أخي، وتتعالى بنسبك، تتعالى بنسبك. وقد ورد الذم لهذا في أكثر من موطن، والطعن في الأنساب. واحد من عائلة كبيرة أنت تريد تضايقه، من أنت ابن من؟ ما أنت من هذه العائلة؟ شوف نسبك أنت ابن مين؟ وهذا حتى كان في الصحابة، في الصحابة كان من صحابة رسول الله رجل يقال له عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي هذا رضي الله عنه كان ماهرا في القتال، لكن كانت تصدر منه فلتات أحيانا، أنت يعني صراحة لا تتحملها أنت، يعني الرسول أمره على سرية وأمر السرية بطاعته، فلما كان ببعض الطريق قال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قال نعم أمر، بلى أمرنا. قال اجمعوا حطبا، جمعوا الحطب، قال أججوا نارا، أججوا، قال ادخلوها، مش الرسول قال لكم أطيعوني، ادخلوا النار. فترددوا، فريق يقول الرسول أمرنا بطاعته ندخل، يلا ندخل النار، وفريق قال والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار، ندخلها بأنفسنا، لا والله ما ندخلها. فسكن عن الرجل غضبه وأمر بإخمادها. فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام